نعود إذن معكم مشاهدينا لنستكمل حلقتنا ولنستكمل هذا الموضوع الساخن جدا اللي بفتكر أخذ حيز كثير كبير من الاهتمام نظرا لأهميته في هذا الوقت تحديدا، ختان الإناث. كاميرا الكلام في سرك عم بتجول بكافة الشوارع المصرية وبكافة القضايا، وكيف إذا كانت هالكاميرا بهمة أمر وموضوع الختان. اقتحمت إحدى المنازل لفتاة صغيرة رح تخضع لهذه العملية، والتشجيع من مين؟ من الأم ومن الأب. خلينا نتابع. في واحد من الأحياء المتوسطة في القاهرة، كاميرا كلام في سرك كان عندها ميعاد مع تجربة من أصعب التجارب اللي ممكن تمر بيها ندى على الإطلاق. النهاردة ندى وباللفظ الشعبي الدارج هتتختن. أنا بحب ألعب رياضة، أرسم. بنتي عندها 13 سنة، عايزاها تتختن زيها زينا. بيبقى ده طهارة ليها ومستقبلها، يعني في الجواز إن شاء الله. لو حط يحاول يقطع جزء من جسمي هتعب. أنا بحميها من الانحراف. الختان بيخلي البنت كويسة وشريفة، ودماغها في تعليمها، في حياتها، في مستقبلها. ده أهم حاجة الختان بيعمله. الفقهاء لم يتحدثوا إطلاقاً عن المساس بالبزغ، لا بالبعض ولا بالكل. ختان أو خفاض الإناث ليس بسنة تتبع. وإذا كان الدين ما قالش حاجة عن الختان، إحنا ليه مصرين إنه بيحمي الشرف وبيأكد على عفة البنت؟ بتختم بأن تنطفي عندها مسألة الشعور بالإحساس بالاحتياج للجنس الآخر. عايزاها يعني تبقى إيه، يعني تعيش عيشة مصرية، عيشتنا. نفسي اختنها عشان تبقى كويسة يعني في حياتها الزوجية، يعني إن شاء الله مش شايلة هم إن هي مثلاً هتتألم ولا حاجة، عشان الوقت أحسن من الأول. مع خطورة التأثير النفسي للختان بتفضل كارثة مش كتير بيعرفوها، إن الختان وببساطة شديدة ممكن يؤدي للموت. أنا سمعت إن في بنت كانت بتتختن ونزفت وماتت، يعني سمعت عن حالتين مش حالة واحدة. اللي نزفت دي سابوها لما نزفت خالص، ما يعرفوش، يفكروا ان ده مكان القطع، فسابوها لحد ما نزفت، لحد ما جثتها زرقت وبقت داخله كده في غيبوبه وشفايفها زرقاء، على ما نقلوها المستشفى كانت ماتت. انا حابه اختن بنتي وانا شايفه ان ده الصح. متعودين كده من زمان، وحتى اخوات البنات عملنا لهم كده يعني. وللختان ادوات بيستخدمها كل واحد بيقوم بالعمليه دي، بس للاسف هي حتى مش أدوات طبية عادية، فعلاً بعد كده خلاص. قلت الأهل ندى هيجيبوا لي بقى الشفرة اللي هي المصلح بتاع الرجالة ده، بيجيبوا لي علبة أو موس واحد وقطن وسبرتو. أنا بشلها الحتة اللي ملهاش لازمة، وبعد كده بقوم أمهلها بالسبرتو بالقطن، وأحط لها يعني كده زي إيه، زي حاجة كده بتتحط حاجز عشان الجرح ما يلمش على بعضه، وبسيبها وبغير لها تاني يوم، وبعد كده خلاص. أنا حاطة في دماغي إن شاء الله طايرة ومش ندمين ومش هرجع في قراري. أنا نفسي أعيش من غير ما حد يتحكم فيها وياخد حتة من جسمي. ما بفهم هذا الشيء.